اهلا مشاهدينا، نواصل دفق الشروق الصباحي الحي. كثر خير الزميله ايمان كبلو اللي عدلت الماده مع التيم عمل صباح الشروق في كل مكان، بحاول في كل صباحاتنا النديه ان نصنع البهجه ونصنع المدعه والفائده كمان للمشاهد الكريم. ضرب من ضروب الثقافه والادب، الشعر باختلاف المسمى وباختلاف الترتيب حتى والتنوع بداخله. نحن سعداء صباحا نرحب بالاستاذ العاشر محمد خير. خير الله هو محامي ولكن اتخذ جانب الشعر واحد من التعبير عن مكنون الداخلي. كثر خيرك وصباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. الله يكرمك أستاذ العشاء. الرهد أبو دكن المسكين ما سكن وإنت من المنطقة دي، قدر كيف البيئة برضو مهمة في تشكيل وجدان الشاعر ثقافيا واجتماعيا حتى في مشواره العلمي يعني؟ والله البيئة بتاعت شمال كردفان عموم ممكن تقول هي بيئة بدوية حضرية، بتشمل الاثنين، ناحية بدوية وناحية حضرية. إذا جيت في المدينة بتكون احتكيت مع الحضر، والبادية ريف، يعني ريف شمال كردفان، ريف الرهد، الأبيض، عروس الرمال، كلها مناطق بدوية وجميلة وفيها بتلقى فيها الروح بمختلف أنواعهم، عند البقارة والشنابلة والكواهلة والكبابيش وما شابه ذلك. يا سلام. طيب دي مشاهدات مختلفة عايزين نترجمها من خلال نصوصك اللي انت كتبتها، يعني نهدد شنو للمشاهد في نهاية فقرتنا في صباح الشروق، يعني عايزين نستمتع معاك ونسمع منك الكثير يعني. طيب نبدأ إن شاء الله وبقول آه يا كردفان، كل ما جيك الحنين برجع لي صيدا فيك دج وبفؤادي نجعلي. أبشر. غرام صابني في صميمي وجعلي من الغرام ما بتقدر تقضي يومك خنق يا جعلي. وليه يا الرهد كل ما جيك عقلي مني بروح، ليه يا الرهد كل ما جيك عقلي مني بروح، أقض صغيم عظمي بدوب، قلبي بدوب وعظمي بسوح، وأقض صغيم ملازم الفراش مطروح، واشهق شهقة الخرجت من جسيم الروح. شبه الراوغ القناص، شبه الراوغ القناص، شبهك شفت فوق الراوغ القناص، ولونك بلش الجايبنه من دلاس، منه هواك غلبني أطير الوسواس، باب التوبة كل ما نقفله يخسر الترباس. الكون الكبير ضاق بي شرقه وغربه، من الجافة لي معشوقه وأعلن حربه، إن جابوا اسمها معشوقها تاني يخربوا، زرب التوبة كل ما يزربه يكسر زربه. وجات تتنى سمرة وقطعوا الهرشوم، ماها خنيفة ماها الفطسة أم قدوم، سمحة سماحة سماحة مني شال النوم، رافعة سديرها وزة وفي بحرها دعوم. تجلد قدرة الخالق في القوام، عدلها برا الحنجور ودور حاجبه والمقل كحلها، مرت من أمامي وهزاز شقلت لي كفلها، أمواج بحر وعاصي النسيم غازلها. قلبي الكان، قلبي الكان سليم أصبح مقلق حب، وكل ما يوم أشيل عليه تاني وكب. نايرات الخدود ستات القلوب الصلب، لمن فيهن الأخرج نبيه من الجب، ما بتتخلي رغم الريد فروق وخسارة، وعليك من درج القافية ونجيتها جدارة. الناعس العيون والخدود ملانا نضارة، يهونوا لين الهون لي يوسف السيارة. شتيلت الشاطي النية وندية جروفة، العمر قمر دورين وخمسة حروفة، الهلك الروح وجرح الكبد مزلوفة، اثنين جوز عيونك وسنك المردوفة. شتيلت الشاطي الدندح ثمارك لي في روعك حجا، هبت نسايمك انت تميلي وعصافيرك رجا، ناكر هوانا وفي هواك نفوس نطافا، وحجا بهواك رقم جروحي وقلبي الكفيف وملجن، بهواك رقم جروحي وقلبي الكفيف وملجن. العشاء انت ممكن وصابر ممكن وصابر يعني. الله يصبر ان شاء الله. الله يصبرك ان شاء الله. طيب يعني هل بالضروره انه الكاتب ده والشاعر يعبر بلسان حال العام، ولا الاحساس اللي بيجيك فجاه انت بتكتب عنه يعني؟ اذا انت القيت قصيده جواها مضامين ومعاني ومفردات كبيره يعني. والله الشاعر ممكن يعبر بلسان العامة، لكن الإحساس ما بكون صادق. أها. لأنه الألم إذا أنت ما حسيته ما بتقدر تبرهنه، يعني ممكن تتكلم بالعامة لكن بتكون قصيدة يعني ما فيها ألوان بلاغية، ما فيها إحساس بالعاطفة وما شابه. أنت عملت كذا يعني بالعادة في مجمل أشعارك اللي قدمتها، إذا كان في الفصيح أو في المسادير في النمة، يعني بالنظره لسان حال العام، ولا انت حاولت بقدر الامكان انه تطلع جواك يعني؟ والله زي ما قال المتنبي، مالي وكتم حبا قد برى جسدي، هذا جواي. طيب نسمع منك تالي، انت اختار. طيب يعني الفصيح والمسادير.
بقول كفاك يا عيني، هدد بكاك قوايا، شي براسي ولسه عقرامي معايا. كل المثل والجبير سجلايا هسي مشايخ واصحاب محبرة ودوايا. كنت معزز وبرضي زور سنديد، إلا غرامها ما خلفي وراي دي وريد. الغلبني وصفها مهما في القوافي أجيد، شلت فكري سكنت قلبي بالتحديد. جراحا عندي يا خلاي عديل، قلبتني من ست الحسان اللي بالجمال لبشتني. شلت فكري والعقل سلبتني، جت بقيت وعكس الهبوب ركلتني. جبيل براها بالطرف الكحيل شغلتني، بعد الريدة بدت يا ريتها لو وصلتني. قلت الروب وبرضه ما خلتني، جت تحركتها ولساها ما دلتني. معروف رياد وإلا ما ردت ناس ندويا، ومني بعيد نظر السلوى وكمان سبويا. أصحاب معزة ونم وطربنا التوية، ونظم القافية عندي أسهل من شراب الموية. اللي بيسأل عني مناه يعرف مين، اللي بيسأل عني مناه يعرف مين، خليه معايا دقيقة لحظة وحين. أبدو مسالم رغم سيفي سنين، أقول مشتاق وكل شوب حنين. العشا محمد خير الله واللغب سلطان، الشناب لأهلي أهل جقلة أم حنان. فرسان عركة اليوم الصقور عثمان، ونظم القافية عندي زي النفس يا فلان. يا سلام. ويا حمد النيل تعال أحكي لك بالحاصل، شيئا هرد القلب وما خلى فيه مفاصل. ريقا ضاقت النحل صبحت في بعضها تكاتل، قالت ورب الكعبة أنا كنت حارسها ناضل. ويا عبد الله وين العاشق وجني طالع منه، وين السهم في قلبي وبالشوق عيوني بكنه. أسنان النور كهارب والبرق البيج دكنه، ديس انقلب المشاطة سبع أيام وعجزت منه. أزاني الشوق يا الأخوان بدر لخليص، وفاقد شوفة الدعج الكساها الديس. محاجبا مدور والضمير غزال السيس، جمالا ذاته يحرك رغبة القسيس. ويا سامع قناية ونمتي وشاشايا، أعلم إنه جوا الجوف نار القرام شوايا. العديلة قنايته والأسنان تبيك ضوايا، قعدنا نكبر تصهر صورته في المصلاية. يا ساتر. العشاء نقول يعني بالعادة إنه أي زول في منطقته بيبرز جمالياته، ونحن نعيش في فترة صعبة عايزين نوحد فيها الوجدان. السودان الوطن الشاسع المترامي الأطراف ده في أي مكان في السودان، يعني إذا كان قلنا في كردفان فبتلقى ناس من الشمال يعني موجودين في كردفان، وده التنوع المقصود. فقدر كيف مهم للشاعر برضو يبرز وحدة الوطن وجمالياته ويبرز الجانب المشرق ليه بالنسبة للناس في العالم الخارجي. والله الشاعر هو بيتكلم بلسان حاله زي ما قلت قبل شوي وحال العامة. فالشاعر لما يقول كلام زمان كان يعني بسري يمتد إلى أقصى. كلام الشاعر ده يعتبر إنه هو منهج يسار عليه أحيانا، يعني ما غالبا لكن أحيانا، لأنه شنو بيكون فيه قواعد معينة. فالشاعر دائما يعني بيمدح الوطن وشعب الوطن وزي ما بيقولوا قيادات الوطن البارزة. لذلك عنده دور مهم جدا جدا في الوطن. طيب جربت تكتب في الوطن؟ والله عندك ولا ما متذكر هسه عشان ما استحضر كلمات لاخونا الشاعر عبد الباقي عيد بيقول سلام سوداني شجاع وظريف. يا سلام. سلام يكفيك وليه تتكيف. يا سلام. نحن الجودنا ما سخل وعتوس صاضعيف، ونحن ضيفنا نطبح له السلام همليف. حباب سوداني وحباب ناسه وحباب الزارنا حباب الوفد بحر راسه. يا سلام. سلاما يعم الساحة ويعطر ناسه، سلام كالرملة ما بشيل نورك الراسه. يا سلام. وده اللي بننشده يعني احنا في السودان والناس كلها تكون متوحدة، لأنه السودان نعم ده بيسع الجميع. يعني عندك ما شاء الله منتوج ممتاز، عندك ديوانين، واحد بالعامية اسمه القمرة والثاني اسمه منثورات السلطان، وده من المسمى واضح انه انت بديت عرفت نفسك انك اللقب او اسم الشهر السلطان. نتكلم عنهم شويه، قدر كيف تعبوك يعني انك تجد بنات افكارك دي موجوده في الساحه؟ والله اول حاجه بالذات انا لما بديت بدايتي الاولى كنت بكتب باللغه العربيه الفصحى، لحد ما وصلت المرحله الثانويه كنت بكتب بالفصحى. بعد ذاك يعني في الفتره دي انا كتبت منثورات السلطان. في فترة الثانوي؟ في فترة هاي من الأساس، من الصف السادس لحد ثانية ثانوي. هذا منتوج كويس. كتبت منثورات السلطان وهي باللغة العامية، والتحية والرحمة لأستاذنا أمير ربنا يرحمه يغفر له، كان أستاذ لغة عربية من الناس اللي شجعوني على الكتابة. وبعد ذاك لما جيت في الصف الثالث تحولت للغة العامية اللي هي لغة الدوبيت والمسادير، وكتبت ديوان بعنوان القمرة. طيب نسمع المسادير؟
نعم معظم الناس بتحب يعني المجادعات وبتحب المسادير بتحب النمات يعني. والله من المسادير والمجادعات استحضر واحدة لأخونا عبد الباقي عيد السيد الكاوي له التحية. أها. يعني مكتوبة نسمعها من هنا. شفت أنا في الصباح ده ما أقدر أحصرك في حاجة، الشيء اللي بيجي في بالك وحاسي ممكن تقدمه بصورة أفضل، يعني مرات برضو ذاكرة الشاعر ما بتسعه إنه يحفظ الكثير من أبيات الشعر، لذلك بيستعين بحاجات ثانية، زينا إحنا في التقديم يعني. تفضل. طيب ما مشكلة نقدم لك قصيدة مباشرة. تفضل. يعني مسدار وبقول فيها فاء من غير حفاهي ما بتكلم وفاء من فرقة هديمة قلبي مؤلم. كل شافني قال مجنونها مرة وسلم تقول حرفها في جبيني معلم. آه آه من السمر العيون كبار أنا والسقدة لما الليل يلاقي نهار منهم سهما حاد وللضلوع بتار أضحك ليبي قرطاسا شم لسن النار. من الجيد حورية ما بتشبه المخلوق وبسمها بهرة الليل الشلع البروق دي سمطوي طيف الكتف مربوق إن وقعت اللاها قطع الطيوب قاطع أخباره رغم الرغم حافظينه وطالت الفرقة والعهد القديم حافظينه ملامح وجهك في الضمير حافظينه سري وسرك يا ريت تكون حافظينه سرك سرك داس رغم الدمع فضاح وجعك كات مرقب المحيط صياح أقول لك قولة يا موجها كأنه صباح نظرة عينك بتبكم أمامها فصاح ريدك يصهر كل ما أشيله أخبي وشوقك صايد ضواخلي وحبي رغمي في عائلك حايزاها كلمة حبي عندك نظرة بتحرك قافية المتنبي لونك خدار الدابها قايمة لتيبة وسهمك طلقة الليها تكل السيبة كفلك يا سمرة كفل المحنة تركيبة عندك نظرة بتجرجر وراها مصيبة في وضح طلة يا دايما عليك بنادي وفي وضح طلة يا سمرة الخديدي نادي في وضح طلة يا المالفيت سوق لا نادي في وضح طلة بالتمشور غزال الوادي في وضح طلة يا المعرفتي فيس لا واتس وفي وضح طلة يا المراسلتي عبر الخاص في وضح طلة يا النافرة رد الناس وفي وضح طلة يا شوفتك تزيل الباس في وضح طلة يا السمح عليك بغني وفي وضح طلة يا الرخ الهواك تتني في وضح طلة يا الوصفك قلبني تحني وبرضه مسامح الجبروك علي ما تحني وبرضه مسامح الجبروك علي ما تحني العفو سمح السماح سمح. طيب احنا ماشيين للخواتيم لكن قبل ما نختم معاك دارين نشوف مدى انتشارك برضو في المنتديات الثقافية في المحافل عموما عشان تقدم شعرك للناس يعني هل انت نشط في الفترة دي؟ والله ولا محصور يعني؟ لا لا بإذن الله يعني منتديات ثقافية قريب ده ما شاركت في منتدى لكن بس زمان أيام الجامعة وأهم منتديات الجامعة فقط. طيب احنا نحييك ونحيي كل الناس الداعمين لك وكل أهلك في كردفان وفي كل مكان في السودان لأنه باتساع شمس السودان بيتابعوك الآن في صباح الشروق نديك مطلق الحرية في الختام عايز تختم بشنو من أشعارك يعني. طيب بقول سليم يا عمري وأمام عينيك بصبح بيشن قلبان حيلة فاقد يا جميل ما يبيشن حبي قلبني وعامل ليه ديكليريشن أعلنت البشر زول زول والأمم أول نيشن سهمك إما يهار تطول ساكن ونار الريد حرق الجلد أصبح داكن تعبت خلاص وطلعت روحي جاري وراكن ندمت على الريدة واليوم الشبكني معاكن حروف الغافية لا بتحكي البي لا بتقارب من السهم لا سعني لسع عقارب بقينا أطفال نازلة دموعنا فوق الشارب يصعب لينا ترك الريد وما فيش مرو ما فيش مروة نحارب وقل ليش بهت السند حنجورة مننا ولا ليه بالله يا المرناعة عزبتي بو خير الله شنبي القاج زي عقرب الهويش من قلة قعدت نقشقشه وفيه الدموع تدلة عليك بغني بالعربي الفصيح وركيك ونظم القافية أصبح لي حياتي شريك قصيبة المدلق الرمد قندول هداب وفريق بيك يجمعنا ربا ما معاه شريك قوامك بان نهيد رمان ولونك من جناين شندسي هم عينيك غرزا في قلبي كم برمندي عليك بغني بالعربي الفصيح والهندي وهاك استمعي يا المرناعة من العندي كان كامين فرجلتا هي دل كابرن كرلي يا كاتي هي بريميك يا كرتي هي بيارمي بنا اكبر سمس يا هي حبك هلكني يا محبوب يسوي شنو وتايه قلبي في غرامكن وانتو ما شفتوه ميتم هي بهوت بهوت بيار كرتاهو تم مجسيمري بيار كرتاهو يا تم نهيهو وان قلت نعم سؤالي رديتي عليه ليه قلبي بالحنان بخلتي عليه
رسلت لك يا رسائل تمي ريبات كيون هي لكراتي هي قناي البلش كان بالحبيب بجمعني انقي غوافي حتى الجن تجي وتسمعني من السهم في اعشار فؤادي رصعني لا حجازا بيحجز ولا قريب بفزعني ادم قل لي وين شتله المرويه وين ودوها وين قل لي كلمه شعري كان يا غالي تشفع لي كل دقيقه اكتب فيها كم الفيه وفي اخر كلامنا وشعرنا الحساس ليك سلامي يا القاطع كم وتر حساس انا يا القوامك بانو لهيجك الاناناس لازم اشوف عيونك لو تبقى النهايه قصاص لازم اشوف عيونك لو النهاية قصاص. يا سلام والشدة سيتو بالهندي ذا حنحاول نترجم ونوريه للمشاهدين إن شاء الله. كتر خيرك أستاذ المحامي والشاعر العشاء محمد خير الله على حضورك صباح من صباح الشروق. شكرا جزيلا. تسلم والتحية لك ولتيم العامين إن شاء الله. مقدرين.